بيش هاي جوزات؟ هاي 3 و2 و5 هذا بألف ريال فرنسي. هذا الدريل على 20,000 بس كلش نظيف. يعني اليوم عندكم ذن الساعات ذن مو نظارات ساعات اذا الجمعه قلت عليهم قلت نظارات هاي الساعات بيش ذن ابو كرار بيش هاي بيش هذا 25,000 هذا الكرسي الهزاز على 25,000 هذا كلش حلو شنو اسعارها؟ ب2000 و3 و5 الوحده ب2000 بس قطع ب5000 هذا سبيشر هو هذا هو عرب وانتي اي بيش هذا ب70 بيش 70,000 هاي 40 هاي شوفوا لي هاي الزاوية الانتيكة هاي صاج كلش حلوة ايش قد سعرها؟ 40,000 هذا تخم مصري كلش نظيف 10 قطع على 350 يا هلا صبحكم الله بالخير وجمعتكم مباركة اليوم مثل كل جمعة راح ناخذكم جولة بسوق النهضة لبيع الاغراض المستعملة في بغداد تعالوا شوي نغير جوانياكم وشوف شنو الموجود في البضاعة واذكركم الاسعار تعالوا اكو مال دريلات اكو 25 اكو 20,000 هاي الدريلات اكو 20 اكو 25,000 ذني الغسالات ذني الغسالات على 75 ملف نحاس مفحوص مي وكهرباء وبها ضمان لك تعال بعدين بيش هاي الثريا؟ 8 على 8000 وهذا المسجل 10 وهذا السكوتر هذا عندي سكوتر على 5000 اشكرك شوف هذا الكنتور هذا على 75,000 وهاي تشرباي بيش هاي 25 وهاي الحديد 35,000 شلونك حبيبي شلون صحتك بيش هاي براكيت ذني زوج على 15,000 وذني البلكات الجوزات هذا ب2000 اصلي ب2000 دينار هذا بلد وهذا ب2000 وهذا ب2000 وهاي النشره متر بيش متر على 1000 دينار هاي النشره وهاي اللدات العفو ب3.5 اكو ب3.5 اكو ب3 والصغار ذني هذا ب2000 دينار هاي كل جمعة هنا كل جمعة يعني صف الحديقة ممنونك شوفوا هذا الجهاز اللي ياخذ قياسات مال كاشي مال سيراميك ايش قد سعره هذا؟ 25 زين مشال مال بيش؟ 30,000 شوفوا لي هاي الزاوية الانتيكة هاي صاج كلش حلوة ايش قد سعرها؟ 40,000 هذا تخم مصري كلش نظيف 10 قطع على 350,000 ابو التاج كلش نظيف وحلو قديم زين هاي عندكم هنا هذا القفص هذا جديد ايش قد سعر هذا؟ 85 وذني صناديق مال ديليفري بيش؟ على 50 على 50,000 هاي ماكينه اللي برادر بيش؟ على 50 هاي 30 زين هذا الجهاز قد سعره؟ على 50,000 هذا الكرسي كرسي 25 وذني على 20 على 20 هاي الطبلات سعر واحدة على 10,000 دينار وهاي الماكينة ماكينة 75 هاي 75 هاي السيارة وياها بنزين طبعا ايش قد سعرها هاي 150,000 هاي باب جديدة ايش قد سعرها هاي الباب 75 هاي هنا بسطية ابو محمد مقابل الجسر كل جمعة مو هاي بسعرها؟ هاي ب70 70 هاي السماعات؟ سماعات ب50 ذني؟ ذني على 40 سلستيل ايطاليات وهاي بيها شواية مال همبرجر شوف عيني هاي بيها شواية همبرجر هاي بيها شواية همبرجر هذا ايش قد سعر هاي الغسالة عمو؟ هاي ب100,000 هاي هنا عندكم ذني الساعات ذني مو نظارات ساعات اذا الجمعه قلت عليهم قلت نظارات هاي الساعات بيش ذني؟ على 2000 وعلى 3 وقديمات ما حد من يعرف بيه زين وجه رجع رخيصه بس اللي يفهم بالساعه هذه طلع له وحده كلها ماركه ها؟ كلها ماركه شلونك سيد؟ شلون صحتك؟ هذا التخم ايش قد سعره؟ 300 زين وهاي الشرباية سيد هي والدوشة قب 75 75 وهاي الصور بيش 10,000
زين، هاي المبرده اللي وراك؟ المبرده 125. 125؟ ايش قد تليفونك سيدي؟ 077 111 3 مكرر 7 5 9 6. سيد رحيم، هاي بيش هالقطعه؟ هاي 5 7. هاي المبرده بيش؟ المبرده 125. هاي شربايه؟ يلا ممنون. شلونك ابو حيدر؟ شلون صحتك؟ هذا البايسكل ايش قد سعره؟ هذا 35. 35 زين. هذا شنو هذا الثاني؟ هذا سويتر. اي لا جواه. هذا سويتر هو هذا هو عرب وانتي. اي اي ليش؟ هذا ب 70. ليش هاي 40 الف؟ هاي 40. هاي 40. هاي الشاشه؟ هاي بلازما. اي 125. ايوه ال جي الاصلي. وذني هاي الفاره؟ هاي 45. زين. وذني ب 30. ذني شنو؟ هاي الماطور، هذا من شهر تخريم. زين. هاي فاره 45. هاي الماطور ب 30. هاي بيش. هذا براد 125. هاي التيبل لام هاي. هاي اي ب 15. 15. وهذا البراد؟ هذا البراد 125. 125. ذني الماطورات؟ ذني الماطورات على 35. هاي السيفاية بيش؟ هاي السيفاية. اي 25. 25 والورق والفوقها هاي؟ هاي هم سيباي. اي بيش؟ هم نفس السعر 25؟ اي بعد ايش عندك؟ وهذا البراد عندي. بيش هذا البراد؟ هذا ب 80. ممنونك. 100 هلا. السلام عليكم، شلونك عمي؟ هاي العطور شنو اسعارها؟ ب 2000 و3000. الوحدة ب 2000؟ 3 قطع ب 5000. شكلها كلش حلو. هذا رزوق ذني. ممنونك. كل فلوس هم مخدوم. اه اي والله. كل جمعه؟ كل جمعه لهنا ان شاء الله. ان شاء الله. شلونك عم ابو عباس؟ شلون صحتك؟ هاي البنات يا قد اسعارهم ذني؟ ذني على 50. 50000. زين. وذني؟ ذني على 60 و40. 60 و40. وهذا الاخضر؟ هذا الاخضر 80. 80000. اشكرك عمو. كل جمعه بسوق النهضه بالحديقه. ابراهيم شلونك؟ شلون صحتك؟ ليش هاي الطاوات؟ ايه؟ وين شوف؟ ايرانية اصلا. ليش هاي؟ منتالا. منتالا؟ زين. دلة زيتين. ايه؟ 5000. شنو هاي؟ دلة زيتين. دلة هاي؟ زيتين. انا مال حليب. اه. عندك البقية الناعم على 7. يعني 7 ب 80. 7 ب 80. مو اكثر. زين. والجذوره؟ جذوره السين. ايه 3 قطع. ايرانيه اصلي. زين. 40. هذا سويناه 3 قطع ب 35. 3؟ 35. 25 واحد ب 15. ايه 3 قطع ب 35. زين. تنزيلات. ايش قد تليفونك؟ رقمك؟ رده. عاشتيني. شلونك؟ شلون صحتك؟ ليش هاي المرجوحه؟ هاي المرجوحه ب 60 كامله. كامله؟ كامله تحلق هاي. ايه؟ كامله. على 60000. على 60000. هذا الكاونتر بيش؟ هذا الكاونتر 50. زين. هذا بيش هذا الجواز؟ هذا ب 3000. 2 ب 5. 3000 2 ب 5. زين. هذا بيش؟ هذا كشاف 3000. شكرا. بيش هاي؟ بيش هذا ال 25. هذا الكرسي الهزاز على 25. هذا كلش حلو. وهاي الشوايه هاي كلش حلوه. ايش قد سعرها هاي ابو كرار؟ 25. هاي الشوايه؟ هاي 25. 25. هاي السياره الصفراء؟ سياره نهايه 25. وهذا بايسكل ب 40. هاي المبرده؟ مبرده بيش؟ مبرده ب 40. 40000. شلونك عمو؟ بيش هاي الجوزات؟ هاي 3 و2 ب 5. هذا ب 1000 ريال فرنسي. وب 1000 و2؟ هذا على 2000. هذا ب 2؟ ابو علي شلونك حبيب؟ شلون صحتك؟ هاي ايش قد اسعار ذني الثلاجات؟ اي والله بس هاي 125. 125؟ 100. هاي ب 80. زين. على 100. ذني على 100؟ اي على 80 همين نبيع. شلون نظافة ذني؟ خير من الله نظافة. شو بصير؟ ايش قد تعطي ضمان؟ 10 ايام. 10 ايام. ايش قد تليفونك ابو علي؟ 0777065 مكرر 7923. يجيك من طرف يدير بالك علي. ممنون. هذا الدرين على 20000.
كلش نظيف. السلام عليكم، شلونكم اغاز؟ شلون صحتكم؟ شنو رايكم بالقناه؟ كلش تابعيها؟ اي والله. شنو رايكم بالاسعار زينه؟ والله الاسعار زينه الحمد لله، ما محتاجين شيء، موفقين حبيب. استاذ صادق شلونك عزيز؟ شلون صحتك؟ زين ايش قد اسعار هندني الفرش؟ الفرش على 210 اربعتهن؟ اربعتهن على 210 خمس عيون على 210,000. استاذ صادق كل جمعه بسوق النهضه بيع شراء تصليح تبديل كافه انواع الطباخات الغازيه. طبعا هو عنده مجمع بالشعب منطقه الشعب، ان شاء الله قريبا اصور لحضراتكم. هذا شنو هذا العرض؟ هذا يونيفرسال المصري. ليش؟ 110 ب 100 هذا مكل عليك. زين هذا؟ هذا الرويال. اي والله. ليش هذا؟ هذا الرويال هذا نظيف كلش. ليش هذا؟ يعني يطلع سعره 210. 210 هذا الارستون الايطالي كذلك 210. الابيض التكنو 200 ريال. وهذا سعره 185. 185 والاسعار كلها بها مجال، واللي يجيني من طرف علي بخير ويدلل. السلام عليكم. هنا الاخوان من دياله، شلون صحتكم؟ الله يحفظكم ويحفظ دياله ان شاء الله. شنو رايكم بالقناه؟ كلش حلوه جديده الحمد لله. نفس الاسعار من جيتو؟ اي نفس الشيء، ماكو شيء جديد. موفقين ان شاء الله. شغلات موحد جبلت هاي النواعي، درنفيس بلايس براين لقم هاي كلهم ذني على 1000 دينار. لما تسمعون شلونك حبيبي خالد؟ جمعة مباركة عليك. هذا شنو هذا التحفة؟ زين هذا التخم فيه هذا مصر. ايه هذا 10 مقاعد، 3 طبلات مرمار وكراسي 2 عالي. زين هذا سعره مليوني. مليونين؟ اي مليونين. كلش حلو هذا، كلش حلو. زين وهذا التحفة اللي خالد؟ هذا اللي قدامك. زين هذا تركي نظافته 100%. ايه ايش قد سعره هذا خالد؟ نهاية مليون. داخل خارج خشبزان نظافته 100%. كلش حلو ما شاء الله. هاي هنا طبلات جديدة جايب خالد. هاي متداخلة. متداخلة. حجم كبير هي 3 طبلات إذا نهايتها 60. نهايتها 60 وهاي الزغار على 35 والإيران على 90 15. لكن شنو داخل شفتها كلش حلو. هذا شنو حبيبي؟ هذا 7 مقاعد 275. 275 وهاي الميوزة خالد 250. أبو حسين الميوزة ذني جديدة ما مستخدمة. زين. عنده أربع كراسي وعنده ست. الأربعة نهايته 215. ليه؟ عندك الستة نهايته 205. هذا الستة؟ هذا الستة بينوا. وهذا خالد؟ أبو حسين هذا التخم جسم تركي. هذا استيراد باله داخل خارج، هذا كله خشب زان، حتى رجلين زان. أنا 2 و4 كراسي. هذا سعره 900,000. 900,000. شفت واحد سماه حلو خالد؟ أي داخل بالتاج. يلا نشوفه. بيش هذا خالد؟ أبو حسين هذا 650. 650؟ هذا تركي خالد؟ هذا تركي كله خشب سر. عندنا هذا ابو الترباية وصل. هاي مراجيح؟ المراجيح على 100 يتحمل وزن 60، 160 العرض. 160 100,000. هذا 275، هذا ابو الترباية. شلونك ابو مشتاق؟ الله يسعدك. شلون صحتك؟ شلونك ابو حسين؟ الله يحفظك. شلون صحتك؟ ها شنو هاي بيدك؟ اليوم هاي شوكه كرتون. ليش هاي؟ شوكه كرتون 500. 500 هاي الطاوه؟ هاي الطاوه ب 13. حلوه هاي. زيتي وقرانيه حجر. زيتي وقرانيه حجر. زين الجدوره؟ هاي الجدوره. هاي الجدوره تعرفهن؟ مال الدولمه. بيش صنعنا صغير ذكر صار ب 20 ناس راده في عده وهذا اللي تبيع. بيش هذا 25 وب 20 20 و25 وهاي الكواشيك على 500 دينار. شلونك عم ابو علي؟ شلون صحتك؟ بيش هذا الميز؟ هذا الميز اي واربع كراسي ب 80,000. 80,000 زين. وهذا الدرج؟ هذا الدرج 25,000. 25,000 اي. هذا يتحمل اوزان عمار الدرج. ايوه. وهذا الاسطول؟ هذا الاسطول ب 5,000. 5,000 انا اشكرك عمو حبيبي الله يحفظك. اهلا وسهلا. شلونك مصطفى؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. هالصباح شو تبيع هنا؟ هاي هل موجود؟ زين بسطيته بسطيه اخوهم الله يحفظك مصطفى الكناني والعامل والما عنده طيب بلاش.
يعني هنا هاي الخوذ النطاق هاي الشغلات العسكريه دائما هو يبيعها. اهلا وسهلا كل جمعه في سوق النهضه بالحديقه. اهلا وسهلا أمنون. بيكم شلونكم اغاد؟ الله يسلمك. شلون صحتكم؟ شنو رايكم بالقناه؟ لا بشي انت مرتب الله يحفظك ويسلمك ما محتاجين شيء. بس تحياتنا.